كورونا والحجر الصحي لم تكن بالأوقات السهلة على الجزائريين، خاصة وأن عدد الإصابات يرتفع كل مرة، ما شكل صدمة اجتماعية. هنا تلعب المرأة الجزائرية دوراً هاماً في إنجاح الحجر الصحي والمرافقة النفسية، سواء في المنزل، في العمل، أو في الصفوف الأولى بالمستشفيات. من جانب الاجتماعي والبرنامج اللي وضعته المرأة بصفة تلقائية لإنجاحها لتسيير هذا الظرف، هذا اللي هو ظرف حساس وضيق. رحنا أيضا للجانب الإعلام اللي لعب دور كبير باش المرأة الجزائرية تسير البرنامج أو نهارها فيما يخص مع الأطفال الصغار ولا مع المراهقين، خاصة لأنه هذا العمر هذا راهو صعيب أنك تفرضي كلمتك وأيضا تسيري. أمهات لجأنا إلى كل الطرق لتخفيف الحجر الصحي على عائلتهن من خلال ثقافة التواصل والتعاون، سواء بين الأزواج أو الأطفال، وخلق فضاءات صغيرة ومريحة لهم. المرأة الجزائرية في ظل جائحة الكورونا يعني قامت مجهود جبار، خاصة فيما يخص عملية التحسيس والتوعية، خلق الفضاء داخل الأسرة، يعني الفضاء اللي فيه استقرار وارتياح نفسي لأبنائها وزوجها في ظل الحجر المنزلي. يعني كانت المرأة الجزائرية أمام تحدي أنها تقنع الزوج والأبناء بالتزام البيوت. قامت المرأة الجزائرية بتحديات في البيت فيما يخص التربية وفيما يخص التوعية وفيما يخص التثقيف وفيما يخص كما يقولوا احنا رفعها للمشاكل اللي كانت في البيت، معناتها صبرت على راجلها وكامل، تعرضت لين للضغط النفسي، كذلك تعرضت للضغط النفسي كذلك بما انها قامت بالحجر الصحي، الا انها قامت باعمال اخرى. تحدي كبير تعيشه المرأة الجزائرية في زمن الكورونا لمجابهة الوباء، خاصة ما يتعلق بالجانب النفسي لتوفير استقرار الأسرة الجزائرية وتوعية الأبناء والأزواج.